من خلال هذه الشاشات يتابع رجال الأمن حركة الحجاج داخل المسجد الحرام، وتنظم عملية الطواف لنحو 2 مليون حاج وخلال ساعات قليلة. بالنسبة لغرفة العمليات تعتبر هي العقل المدبر لكافة العاملين في الميدان. عن طريق غرفة العمليات نستطيع مشاهدة جميع أرجاء المسجد الحرام بالساحات الخارجية المحيطة به في آن واحد، وبالتالي نستطيع توجيه جميع العاملين في الميدان لإدارة حركة الحشود للقادمين للمسجد الحرام وأثناء تواجدهم داخل المسجد الحرام. ومن خلال هذه الغرفة ترسل التعليمات للجهات المعنية في مسألة تفويج دفعات الحجيج إلى داخل الحرم المكي والإعلان عن امتلاء صحن الطواف. عن طريق غرفة العمليات ننسق بين كافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، سواء كانت جهات أمنية أو جهات خدمية، جهات حكومية أو أهلية، لتقديم خدمة مميزة ترتقي بخدمة ضيوف الرحمن وبقدسية المكان والزمان. تتحرك هذه الكاميرات المنتشرة في كل أرجاء المسجد الحرام لرصد حركة الحجاج أثناء عمليات الطواف ودخولهم وخروجهم من الحرم المكي. الحمد لله الطواف كان مريح، وبالضبط خد حوالي نص ساعة، ساعة إلا ربع، ويعني الدنيا متيسرة، يعني 4 أدوار الأربعة شغالين الحمد لله 100 100. الحمد لله الحركة تعتبر منتظمة، والحجاج الحمد لله مساعدين بعض، هنا الوضع كان متيسر جدا. يعني بالنسبة للوقت زمني تقريبا نص ساعة 40 دقيقة، والحمد لله يعني حتى الموسع كويس، كان مزدحم شوي لكن الحمد لله. يعني بواسطة هذه الكاميرات وتقنية البلاغات الموجودة في غرفة العمليات، تعمل الجهات الأمنية والجهات المشرفة على خدمة الحجيج ومؤسسات الطواف وحملات الحج بصورة منظمة ومجدولة لضمان سلامة الحجيج أثناء أدائهم للطواف. من الحرم المكي، نواف القثامي، العربية.